تبدا التسعات اللي بعشرات اللي بعشرات ايوه هذه كما جماعه الفندق المهم احنا هدف واحد ما تشاركوناش ولا صاحبي واخويا روحوا شاركونا سلموا علينا شي السلام عليكم. المهم الاخوان الاخوات رانا على المباشر. واحد زوج ثلاثة أربعة من بعد ولاو 22 هما باش بداو في خمسة فيهم كانوا باش كريا والآسف بالك زوج بصح إيكارتيوه مع فين خمسة الجالية الجزائرية خويا جمعة كاملة من الشرق إلى الجنوب من شنو من الشمال المهم الاخوه اللي كانوا معنا ربما قبل وربما راهم يسمعوا فينا رانا في جون دارك وان شاء الله نحوسوا نديروا لقاء هذا الاسبوع وتحدثنا في واحد الموضوع اللي ممكن ان شاء الله راه راح يعجب كثير من الجزائريين والجزائريات وخاصه الناس اللي راهم لهنا في تولوز واعتقد انه هذه الفكره هذه ان شاء الله راح تزيد تعجب اخوه اخرين في بريطانيا في سويسرا في هنا في فرنسا وفي دول واحده اخرى وان شاء الله نتمنى على الجلب باش يطبقوها رانا ان شاء الله حتى نطبقوها على المباشر راكم تشوفوها وراح تعطي صوره ونظره واحده اخرى على الجزائر وعلى الجزائريين مع الجزائر هنا في جون دارك معنا خوتنا تحية الجزائر فيف لاجيري الله ينصر الحق معنا مع خوتنا لهنا الله ينصر الحق الجزائر كاملة جمعتنا أنا الحمد لله يا رب العالمين اذكر الشعب الجزائري بالشمال تحيتنا خوتنا في البلاد الشرق الغرب وبالشمال الجنوب باش نعطوا لكم يا وجوها انتم تفرقوا وحنا نجمعوا ان شاء الله يا الله ان شاء الله جمعنا عداوة خوة 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 سلميين في البلاد لقاء ان شاء الله اللي راه رايح يفرحكم في الجزائر خاصة انه في صورة حضارية ان شاء الله نبينوا باللي الجزائريين عندهم افكار عندهم مشروع وان شاء الله نلتقي ان شاء الله ان شاء الله سلمية 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 اول لازم نديروا اهازيج ان شاء الله المهم رانا ان شاء الله نتركشوا ونحاولوا على جال باش ان شاء الله كلها تحب تقول حاجه اش حبيت نقول جيت فايت تولد بلادي زدت فيا النص لي زالجيريان صار لهم خويا نور الدين لي زالجيريان صار لهم كل الحرور في القدره وين ما تدور تصيب تلفت حجره في العالم تصيب تحتها جزائري الوغ الوغ هاد الناس هاد المافيا عندكم انا المافيا هاد الاغبياء هاد لا مافيا اللي راه في الجزائر هذه صباح هاد لا مافيا والله العظيم انا شخصيا من دا زمان كنت نقول لهم في راديو وطني بعد كنت نقول لهم انتم اغبياء لماذا؟ سرقت شاركت معنا في الراديو نعم شاركت معنا في الراديو وراه شفت شاري شاركت كان معنا اخ من كندا عبد القادر ايوا هذاك الحوار اللي درته مع ذاك اونسيو مجاهد ماشي اونسيو مجاهد اونسيو مجرم واحد اخر دار معنا عييده انا ابو مجرم يحكي الفيديو يا جماعه سمحوا لي راني مع الفريق معليش المهم رانا اون كونتاكت ان شاء الله ان شاء الله انا اون كونتاكت ان شاء الله عيط سمحوا لي نشرب شويه معليش ان شاء الله ان شاء الله التليفون هنا يا جماعه الله يفتح عليك ربي يبارك فيك ان شاء الله يفتح عليكم المهم ان شاء الله نحاولوا نلتقيو ان شاء الله هذا ان شاء الله الاسبوع ديمونش بروشا ديمونش بروشا هيا يا جماعه ان شاء الله تهلاو في ربي يبارك فيك شكرا تلقاو في ساعات خير ان شاء الله شكرا ربي يعيشك شكرا هاي نقول لكم يمكن ما تيري ونروح عقدنا العزمه ان تحيا الجزائر نقطه الى السطح التليفون تاعك تلقاو كاع في راحتكم ان شاء الله ان شاء الله سجل التليفون تاعك ان شاء الله ونحاولوا على جنب باش نلتقيو
نديروا فيها ان شاء الله راهي راه راهي يشرف الجزائر ويشرف الجزائر نبينوا لهم باللي راه عندنا افكار اللي قدرت تعطي صوره عن الجزائر. انا الشيء اللي شفته صرا في الجزائر صراحه اخو نور الدين بارك ان شاء الله في الراي على الجهاد والنضال وتسهروا الليل وين نرقدوش وين ناكلوش على الشيء اللي شفته تحقق. لا واحد باه يموت يموت والله العظيم واحد لا باه يموت يموت. قالت الناس قطعت الياس قالت صيد قالت الشباب هذا رحمه ربي واسعه والله رحمه ربي واسعه ما تعرفهاش كاع مين قطعت الياس وصابون دي باك الحمد لله ربي يعني الناس الحمد لله. كنت نسمع بهذه لي ستاتيستيك ساعه تخيل انت الجزائري ولا هو الاول في الترتيب في الاخلاق والتربيه الحمد لله ما شاء الله مليون البارح كانوا يقولوا لنا انا خويا حضرت معاه الصباح قال لي قال لي راني من نخرج برا قال لي نحس بلي بلاد تبدلت كان يقولوا لنا الشعب بالك تذكر الله قال لي ما نساهاش قال لي بلاد الشعب قال لي لول قال لي طاح عليها واحد النور قال لي ما تعماش راسك هذه واحد النور اثرت فيها بزاف قال لهم بلي ما ديروش مسيرة لذاك الكلب هذاك تاع يحيى قال لهم ما ديروش مسيرة هذا استفزاز الشعب هذا من الاخوات كان تسمى هو يخون ولده يخون ويخون يا جماعه سيدهم السعادة استقالوا هو اللي جا من بلطاجيه وصول الطائرة الرئاسية المهم الاخوه رانا على المباشر في مدينه تاع تولوز وتحديدا في حي تاع جون دارك. رانا ان شاء الله نتشاوروا على جال باش نديروا ان شاء الله نشاط مع بعضنا. انتم راكم مهمومين تماك وحنا مهمومين هنا ان شاء الله نديروا المسيره تاعنا ونديروا المسيره تاعنا. كاين جيش راح تشرف الجزائر تشرف الجزائريين 90% مازال ولا لا؟ راه عارف بلي احنا ديما نديروا مسيره كبار في باريس لونا مالك لونا مسيره كبار صحيح كان مدرس برا جزائري ثاني من 7 خارج
دار صابوا فيها صافي خرجوا لها حلفات ولا يهود البلاد لا لا ما تعصوا الدراغوش ما تعصوش ضروا الشعب نضر وهما نضروا خاوتي لا تعصوا الدراغوش خرجوا من الله خرجوا من برك لا بقاوش عندنا العزمه هيا السلام عليكم في السيمانه تليفون ان شاء الله ان شاء الله اي وقت المهم شنو عندنا سلت سلت البحراني قاعد انا شنو صلاح جمال مال شيه يا ويلي يا ويلي ويلي سلام مرحبا بك يا خويا منين اخويا منين ايوا انا الله يبارك منين الاخ منين اخويا انا راني خوكم في الاسلام نعم الأمنينك ولا مسافر لك؟ والله الإسلام وصاي والله الإسلام وراني ما عديش على بالي بيت روح لهان تقول تحلب لك أمين ما عديش أسعيد هو إحياء الجزائر احسن دولة في العرب وهي الجزائر قال لك فما باش تاع مين خرج بن قنا شوف المغرب تاع اسمعني اسمعني الجزائر من دوي يهضروا فيها نهار اللي نضت المسيره نهار الاول ما طلقوا مزاير ما طلقوا شهدائك ماتوا ما طلقوا اصبرنا نغيروا الجزائر نغيروا النظام ونعاونوك ونديروا دوله جديده العصابه العصابه تخرج خديجه بن قضاء مرحبا بك مرحبا هذه اللي كوه نو هو باللي اللي كوه حتى المطار اكتب خاوت من الجزائري سارة محروقين كاع سارة محروقين الناس كاع راهي محروقين وشفت جد ولا واحد ما يحرقش على بلاده وانا قايل حرقنا رانا طايبين ديجا غير باكل بصح هو الدواء الشعب في الطريق ديروا ان شاء الله فكره ان شاء الله لتساعد الجزائر تحياتي لكم جميعا ان شاء الله على التواصل ان شاء الله الخميسه يا ممكن بالك في الليل ان شاء الله نديروا حوار على المباشر نحكيوا على المستجدات ان شاء الله واللي يحب يجي يشارك معنا على المباشر مرحبا به ان شاء الله شوف ترى بالك المهم شوف اخ مولود المهم راني فتحت على راني فتحت المباشره اذا كان فيه اخوه يحبوا يديروا معنا وسمو مشاركة عجبش يشاركونا أنا فتحت لكم المباشرة إذا كان في إخوة يحبوا يشاركوا معنا ولا كما يقولوا كلمة السلام عليكم العقود واش راكم لاباس الحمد لله وانتم واش راكم والله الحمد لله السلام للجميع والله الحمد لله الله يسلمك الله يسلمكم وين راك في كندا ولا في البلاد كندا في كندا لا راك في كندا يا خويا انت راه انا نطلع عند سمنا الو ثاني العهدة هذا الأخ رشيد هذا ودخلنا من المظاهرات قلت إن شاء الله في الليل إن شاء الله إن شاء الله بارك الله شكرا بارك الله
السلام عليكم. السلام عليكم.